في دوري ابطال افريقيا ده حدث كبير. رئيس الاتحاد الافريقي من ساعه ما جه ما بيشوفش نهائي لما يكون الاهلي طرف فيه على طول من ساعه ما جه. نبدا من 2020 مع الزمالك، 2021 مع كايزر تشيفز، 2022 مع الوداد، 2023 مع الاهلي، لسه السوبر الافريقي، لسه كاس عالم انديه، لسه دوري السوبر الافريقي. نمسك الخشب، الحمد لله الاهلي مفرحنا، هو الاهلي دايما فرحه وشعب مصر او فرحه الشعب المصري في الكوره والرياضه. نبدا نستعرض الفيديوهات من امبارح. طاهر محمد طاهر ليه كده يعني ستايل مختلف شويه، هو الايقونه بتاعت احتفالات النادي الاهلي او هو ايقونه الاحتفالات بشكل عام. طاهر في 2019 مع المنتخب الاولمبي كان ليه احتفاليه في مباراه النهائي، وكان دخل وعمل سيمفونيه كده لكرنفال المنتخب ساعتها تحت 23 سنه، وكانت فكره طاهر محمد طاهر. امبارح شوفوا احتفاليه الاهلي بعد اللعيبه ما خرجت من غرفه خلع الملابس وهي متوجهه للاتوبيس في الميكسين زون وهم خارجين، احتفاليه طاهر كانت عامله ازاي؟ نستعرض يا جماعه ونشوف الاحتفاليه والفرحه اللي رسمها جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي امبارح في مركب محمد الخامس. الفرحة جميلة جدا، وعايز اقول لكم الاغنية دي خدت شعبية كبيرة جدا بعد ما شفناها واستعرضناها امبارح في كل الاحتفالات اللي شفناها، وحتى الاعلام المغربي الناس كلها متفاعلة مع الاغنية، عايزين يفهموا معناها، عايزين يفهموا كلماتها. يمكن الاغنية دي لعلي ربيع وعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي، يمكن طبعا كان فيها احتفالية كبيرة جدا، وطاهر يعني صاحب الفكرة ايقونة احتفالات النادي الاهلي في السنوات الاخيرة. هل الاحتفالات توقفت بس في مركب محمد الخامس؟ لا، ده كانت في احتفالات على الطيارة. تعال نشوفوا اللقطة بتاعت قفشة أول ما دخل الطيارة قبل العودة إلى القاهرة. قفشة ابن البلد، احتفالاته والكرنفال اللي عامله في الطيارة كان حاجة ممتازة جدا، ولكن فرحتي كمان بأحمد قندوسي اللاعب الجزائري المنضم حديثا للأهلي. تفاعل الإعلام الجزائري على فكرة مع انتصارات الأهلي مهم جدا، لأن عندنا لاعب سفير ليهم في النادي الأهلي أحمد قندوسي اللي إن شاء الله الفترة الجاية هياخد مساحة ومشاركة بشكل رائع مع الأهلي، وبتنتظر مباراة مهمة مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، لعل وعسى يكون قندوسي نسخة مقررة بإذن الله من علي معلول. يعني علي معلول بصراحة قدر يعني خلال 7 سنين من 2016 ل 2023 منذ أن انضم للأهلي في يوليو 2016 وهو عامل تاريخ كبير جدا مع النادي الأهلي. هرجع لعلي معلول، ولكن بيرسي تاو كان ليه احتفالية خاصة امبارح في مطار كازابلانكا، ولما تتكلم على تاو أنت مش هتستمتع بس برقصاته وبلمساته ولا بأهدافه، ده مش بيرسي تاو، ده ميسي تاو. نتابع يا جماعة.
يا جماعه الكاس اللي بتحدفوه لبعض ده في ناس مش عارفه تجيب منه نسخه ولا اتنين، يعني بالراحه على الكاس شويه. لو رحت على فكره مقر النادي الاهلي في الجزيره وبصيت على دولاب البطولات هتلاقي النهارده النسخه الاصليه لدوري ابطال افريقيا اللي فاز بيها الاهلي امبارح موجوده في دولاب البطولات، وخلال ساعات ان شاء الله هتكون موجوده في مقر قناه الاهلي عشان نحتفل بيها ونحتفل بالاميره السمراء اللي نورت بيتها ومكانها الطبيعي النادي الاهلي. لكن بخلاف الكاس الاصليه بص على دولاب البطولات هتلاقي في نسخ مختلفه. انت بتتكلم على نسخه 2001، بتتكلم على نسخه 2005، 2006، 2008، 2012، من عد لغايه كام؟ 2013، 2020، 2021. كل بطوله بتفوز بيها بتاخد نسخه مقرره منها او كوبي منها. وفي نفس الوقت انت احتفظت بنسخ اصليه من البطولات دي لما احرزت منها ثلاث مرات قبل كده. 2001، 2005، 2006 ادي نسخه احتفظت بيها. 2008، 2012، 2013 احتفظت بيها للمره الثانيه. وعندك بعد كده 2021 وعندك 2022 وادي 2023. هل هنحتفظ بيها؟ هل الكاف هيعمل نسخه جديده؟ لان خلاص البطوله دي بقى الاهلي عنده منها ما يقرب من حوالي 7-8 نسخ في الفترات الاخيره، لان البطوله دي من ساعه ما بدات حتى الفوتو سيشن اهو اللي لعيبه الاهلي ومعاه الكاس، الكاس ده يا جماعه من اول ما تم ابتكار هذه النسخه في 2001 الاهلي عنده نسخ منها كتيره جدا. فهل يتغير شكلها؟ هل يتغير الستايل بتاعها؟ بص بقى السلاوي بيحتفل النهارده كتب بوست قال لك ايه؟ بتاعتي. عارفين انتوا الطفل الصغير لما بيتكلم على حاجه بتاعتي يقول لك خلاص الكاس بقى بتاعي. علي معلول وفرحته. كهربا، كهربا 3 دوري ابطال افريقيا، 3 دوري ابطال افريقيا واثنين مشاركه في كاس العالم للانديه. صور دي صور تاريخيه. الحمد لله اي لاعب لما بيلعب في النادي الاهلي ما بيفكرش في الفلوس رقم واحد، لا بيفكر التاريخ والمجد والالقاب والانجازات اللي انا حققها مع النادي الاهلي، وده اللي اتحقق في الفترات الاخيره. في فيديو تاني من الاحتفالات تعالوا نبص ونتابع في ايه ونرجع نعلق لان لسه عندنا فيديوهات وتعليقات مهمه جدا. فرحة جميلة جدا، رحناموا بتحلموا الفوز بالبطولة والاحتفالية الحمد لله مستمرة في النادي الأهلي. أنت فايز بدوري أبطال إفريقيا يا جماعة، أنتوا الفكرة مش فرحة بطولة كأس مصر ولا كأس السوبر، أنت فايز بأهم مسابقة في دوري أبطال إفريقيا المؤهلة لكأس العالم للأندية. إحنا إن شاء الله بعد 6 شهور هنلعب كأس عالم للأندية للمرة التاسعة يعني، ولسه عندنا المرة العاشرة في 2025. مش مديين مساحه لاي منافس ممكن يكسر ارقام قياسيه. التاريخ صنع من اجل النادي الاهلي. كاتب التاريخ من كتر ما خلص صفحاته خلاص بقى بيكتب اسم الاهلي وبيعلم عليها صح 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 صح. فكره اللي انت بتفكر بس ازاي تكسب ماتش او بطوله دي مش في نظريه النادي الاهلي. نظريه النادي الاهلي ان انا العب بدايه الموسم واكسب سوبر وبعد كده اكسب كاس وبعد كده انافس على الدوري والعب على دوري ابطال افريقيا واستنى السوبر الافريقي والعب على ميداليه في كاس العالم للانديه. دي اجيال النادي الاهلي المختلفه اللي احنا عشنا معاها السنوات اللي فاتت. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير الاهلي، مبروك لمجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب وكل اعضاء مجلس الاداره على الجهد المبذول على مدار الموسم. الاحتفالات هتفضل مستمره ومن حسن حظنا الحمد لله احنا كان دايما نخلص احتفاليه ماتش يقول لك على طول اقفل 3 ايام في مباراه ثانيه، تطلع بقى مباراه في الدوري، تطلع مباراه في الكاس على حسب الظروف، ولكن الحمد لله لغايه 2026 ما عندناش اي مباريات رسميه، فالاحتفالات مستمره لان هنرجع عندنا مباريات في الدوري 4-5 مباريات ونحتفل ببطوله جديده باذن الله. لسه الاحتفالات مستمره ولكن نروح نشوف علولو. علي معلول اللي عندي تعليق مهم جدا على دوره في نهائي دوري الابطال، ولكن نشوف الفيديو ده. احسن يا احسن احسن والله انت اللي جبتها لنا والله احسن 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 انا عارف ده عشان كده
المسؤولية يا علي. بمعنى علي معلول بعد لقاء الذهاب هو حس طبعا ان حصل خطأ منه من محمد عبد المنعم، وهو عشان كابتن ولاعب مسؤول وعارف قيمة التيشيرت اللي بيلعب بيه، كان الأسبوع ده بالنسبة له كان صعب جدا. ولو تركزوا على الصور واللقطات اللي كانت موجودة في تدريبات الفريق، كنا دايما بنهتم نشوف الوش أو الوجه الخاص بعلي معلول، انطباعاته إيه. كان حزن كبير جدا، وكان في نفس الوقت تركيز كبير جدا إنه عايز يعوض اللي حصل في لقاء الذهاب. علي معلول ليه رصيد كبير يا جماعة. أي لاعب أكيد معرض إنه يغلط، معرض إنه يخطأ، معرض إنه يتسبب في هدف لا قدر الله، ولكن اللاعب الكبير اللي عنده شخصية، اللي فاهم وعارف قيمة التيشيرت اللي بيلعب بيه، مهم جدا إنه ياخد باله من التفاصيل دي عشان يعرف يلعب لقاء العودة. شاءت الظروف أو شاءت الأقدار أن يكون لقاء الذهاب الهدف اللي أمني بيه مرمى الأهلي بتمريرة أو بباص أو ميس باص من علي معلول وعبد المنعم، لكن جاء لقاء العودة لتكون رصاصة الرحمة اللي ممكن من خلالها نعلن أن الأهلي فائزا بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي من ضربة ركنية وكرة عرضية من علي معلول، وينقض عليها محمد عبد المنعم ويحرز هدف طبق الأصل من نفس المكان اللي أحرز هدف فيه أو أحرز فيه محمد عبد المنعم، أحرز هدف فيه فريق الرجاء المغربي، وكأن عبد المنعم تخصص الأهداف في الفرق المغربية في مركب محمد الخامس. محمد هاني كمان كان عنده تحديات، وكانت في ضغوط كبيرة على محمد هاني في السنوات الأخيرة وفي اللقاء النهائي تحديدا، وفي مباراة النهائي كانت في نرفزة وكانت في عصبية، ولكن كل ده خرج بدموع وباحتفالات بعد نهاية اللقاء. تعالوا نشوف محمد هاني احتفل ازاي بعد نهاية اللقاء. خدت بالكوا دلوقتي في نص الملعب مين اللي واقف مع محمد هاني؟ خالد عبد الفتاح، اللاعب اللي بيلعب في نفس المركز مع محمد هاني. هي دي المنافسه، المنافسه الشريفه، كل واحد عايز يأدي ويظهر بشكل كويس، ولو هو مش موجود يدعم زميله، يبقى واقف في ظهره، يدعمه، يسنده، يؤازره. على فكره اللقطه دي مش عايز يعني تخليني مثلا ايه انساها وما اربطهاش بلقطه محمد الشناوي ومصطفى شوبير. لو معانا يا جماعه يا ريت نبص عليها ونعرضها معانا، لأن لقطة الشناوي ومصطفى شوبير لا تقل أهمية عن لقطة هاني وخالد عبد الفتاح. امبارح كان في كلام كتير جدا على فكرة أصل مصطفى شوبير عمل مشكلة قبل بداية اللقاء لما لقى نفسه بره السكور، أصل اعترض، أصل حصل بينه وبين مارسيل كولر يعني مناقشة صعبة شوية، وبالتالي على أثرها خد كولر قرار وإنه يطلع مصطفى شوبير بره التشكيل. بصوا اللقطة دي، الشناوي بيهدي الميدالية لمين؟ بيهديها لمصطفى شوبير اللي كان رجل مباراة لقاء الذهاب. مصطفى شوبير نجح في أداء لقاء الذهاب بشكل رائع، وشوف الشناوي، تعالوا نسمع، يعني أنا مهما اتكلمت ومهما قلت، تعالوا شوف الشناوي بيندى لمصطفى شوبير ازاي والإحساس اللي عنده ما بينه وما بين مصطفى. تعالوا. تعالى تعالى الشناوي. بيعجبني في الشناوي كده ان هو يعني بيزعق. فاكرين زمان لما كان كل شويه ينده لايمن اشرف، غطي يا ايمن، اقفل يا ايمن، كان دايما طريقه الشناوي كده، لدرجه ان ايمن بيقول له حاضر انا بعمل كده. نده برضه لمصطفى شوبير بنفس الطريقه، كابتن الفرقه وعارف مصلحه الفرقه وعارف ازاي في التوقيت ده يقدر يقوم بدوره. اللقطه دي تنفي كل اللي اتقال قبل المباراه على فكره، واللقطه دي هتلاقيها في الاهلي على مدار الاجيال على فكره، يعني على مر الاجيال ارجع كده بالتاريخ لكام سنه ورا، شوف حسام غالي وعماد متعب في نفس المشهد وفي نفس اللقطه، حسام غالي بيرفع الكاس بينده لعماد متعب وبيديله الكاس، نفس اللقطه ونفس المشهد. ده الاهلي يا جماعه، ده هو النادي الاهلي. مهما الواحد يتكلم ومهما عرضنا من صور ولقطات، لسه الكواليس كتيره ولسه اللقطات كتيره، ولكن
امبارح كانت في تصريحات مهمه جدا من لاعبي النادي الاهلي عقب الفوز على الوداد في المغرب وتحقيق اللقب ال11 للاميره السمراء دوري ابطال افريقيا. نتابع هذه اللقاءات ثم فاصل ونعود بعد الفاصل لاستكمال باقي فقرات برنامج الترند.